الحياة اللندنية، مقال للأستاذ جهاد الخازن اللي بيقول فيه طريق مجهول بعد فوز أردوغان. يمكن بيتكلم فيه أستاذ جهاد عن نفس كل التفاصيل اللي اتكلموا عليها كل المقالات السابقة والتقارير، وإن كان هو لديه وجهة نظر كده، وجهة نظر متفائلة إلى حد ما، إنه بيقول إنه مسؤول صحيح أردوغان عن كل المشكلات اللي حصلت أو ربما تحصل في تركيا، ولكنه بيطالبه إنه ربما يفكر بشكل أو بآخر في عفو عام عن الآلاف اللي هو ذاكرهم بالتفصيل اللي فقدوا وظائفهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ومحاولات التصفية القوية جدا للمعارضة داخل تركيا من جانب أردوغان. هو بيتحدث إنه إذا ما فكر رجب طيب أردوغان في العفو العام عن هؤلاء ومنهم كمان جولن وكل هذه الشخصيات والقضاء والموظفين والعساكر، كل الناس اللي هو الحقيقة اللي هو يا إما قعدهم في بيوتهم يا إما سجنهم، إذا ما فكر في عفو عام ربما يكون الأوضاع في تركيا يعني تتجه اتجاه مختلف.